التشخيص الأول للانفجارات التي هزت بالوعات الصرف الصحي بمدينة توغورت أمس الأول كشفت عن خلل تقني امتد على طول الشريط، فبالرغم من أنها قنوات يصل علوها إلى 3 أمتار غير أن عدم وجود متنفس لها تسبب في الذي تشاهدونه. الله سيني اسمه هذا التونيل، هذا اللي راهم داروه، هذا التونيل هذا ما عندوش من بلاصه يتنفس، ما كانش ما عندوش من بلاصه يتنفس. سي بور سورا وين الغاز تاع لا سينيسمون قوى ولات فيها ضغط كبير على التونيل هذا اكسبلوزا. دونك ستادير كون جاو دايرين له دي زافالوار ولا دايرين له وين بلاصه يتنفس ولا هذا، ما توقعش الكارثه هذه. وقع انفجار مدوي قوي وعلى يسره طارت الحجاره، صارت حجارة كبيرة وصيبت شخص قدامي، أنا صباته في رجله وكذا، وخذوا المستشفى وخذ هلع كبير الناس، يعني تأثروا الناس بها الانفجار هذا. وحسب شهود عيان فإن الحادث وقع في وقت لم تكن فيه الحركة كثيفة بالمدخل الرئيسي للمدينة، وإلا لكانت الخسائر أكبر. عندنا جارنا راه في السبيطار، الديار طاحت من هنا من الغاز هذاك، الضغط هذيك القوة الكبيرة جراتها الكارثة هذه. كون ممكن جات في جوية 12 تاع النهار ولا حاجة كانت تكون فيها الموت. هوروزمون راهي جات العشية ما بين 3 و4، كانت الناس كانت في الخدمة تاعها وكانت في ديارها وكذا منها. كون جات بتاتر على 12 يعني سوا يصير سيرتان بلي راهي تكون فيها دي ديغا كبار. الفرضية الأولى التي أشارت إلى احتمال تسرب لغاز المدينة وسط القنوات لم تكن سبباً في الحادثة، غير أن غياب أحواض التهوية أدى إلى تشبعها بما يعرف بغاز كبريتيد هيدروجين السام الذي كان وراء الانفجار حسب ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية بالولاية.